وينضم معنا للحديث من لندن عن صراعات شركاء العمليات السياسية على الحقائب الوزارية وسيرها على منوال المحاصصة وتوقعات فشل مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة القادمة في وقت تحرم قنوات الأحزاب انتقاد الكاظمي. معنا الكاتب الصحفي فاروق يوسف، أهلا ومرحبا بك أستاذ فاروق. أهلا بك، يا هلا أستاذ فاروق. مصطفى الكاظمي تعهد في خطاب تكليفه بالابتعاد عن المحاصصة وتقديم حكومة وطنية حسب ما قال هو، لكن إلى أي مدى تعتقدون أن ما جاء في الخطاب يمكن أن يطبق على أرض الواقع؟ الحقيقة لن يستطيع القيام بأي شيء يمكن أن يفاجئ الآخرين به. الكاظمي هو أصلا هو ابن العملية السياسية، وهو ابن الأحزاب الموجودة، وهو ابن النظام، وهو يعرف كيف يتحرك وكيف ينال رضا الآخرين. من الممكن أنه ينادي، كثير من الأطراف تنادي بأنه يبتعدون عن المحافظة الحزبية، هذا موضوع آخر غير موضوع النظام المحاصصة الطائفية. وبالأخير هو سيلجأ إلى استعراض موضوعة نظام المكونات، أي تمثيل المكونات في الحكومة، وهو خيط يقودنا إلى تمثيل الأحزاب. يعني المسألة سواء بدأت من نقطة المكونات أو بدأت من نقطة الأحزاب هي نفسها، يعني وجهة لعملية واحدة بالحقيقة. وهو طيب أستاذ فاروق، لكن فيما سبق عندما رشح اسم مصطفى الكاظمي كإشاعة أنه سيكون مرشحا لرئاسة الوزراء في العراق، اشترط على ألا تتدخل الأحزاب في عمله وأن يقدم كابينته الوزارية دون تدخل من قبل هذه الأحزاب. يعني ماذا كان يقصد في هذه الفترة أو في هذا التصريح الذي أدلى به الكاظمي؟ هل كان يمني النفس أن تفعل الأحزاب ذلك، أم أنه كان يكذب على نفسه أو يكذب على الشعب العراقي؟ لا، هو لن نستطيع أن نتهمه أنه يكذب على أحد أو يكذب. هو بالحقيقة يكذب على نفسه فقط، لأنه هو يشتغل ضمن ماكينة، الماكينة هذه تفرض العودة إلى نظام الطوائف. نظام الطوائف يفرض أجندة أخرى غير الأجندة المعلنة، يعني اختيار مستقلين أو اختيار. بالمناسبة هذه لعبة المستقلين هي لعبة خطيرة جدا، وهي نوع من أنواع الأكاذيب. لأنه هؤلاء المستقلون يتم اختيارهم من الطوائف، أي أنهم يمثلون الطوائف ولا يمثلون لا أنفسهم ولا الشعب العراقي. لذلك دائما العودة إلى جوهر النظام الطائفي. بالحقيقة الشعب العراقي كان ذكيا يوم انتفض بأكتوبر الماضي، انتفض ضد النظام وليس ضد الحكومة. يعني طالب الشباب المحتجون طالبوا بمحو وإزالة النظام الطائفي وليس إسقاط الحكومة، وهم ذلك لأنه القاعدة الأساسية التي بني عليها نظام الدولة في العراق الجديد هي قاعدة طائفية. ولذلك لا يمكن لأي رئيس وزراء كاظمي أو سواه أن يجتاز أو يقفز على هذه القاعدة. إلى أي مدى يعني تعتقد أن الشعب العراقي اليوم أدرك فشل هذه الأحزاب بإقامة دولة بمعناها الحديث بعيدة عن الفساد والمحاصصة والطائفية؟ لا، هي الدولة أصلا بالمناسبة هناك شيء ينبغي الإشارة إليه. يعني الكاظمي سيقود حكومة، هذه الحكومة هي حكومة الدولة الواقعية التي هي بالحقيقة دولة افتراضية وعلى الورق، وليست العراق الحقيقي. الدولة الحقيقية تقاد في مكان آخر، أي أن الحكومة التي سيقودها الكاظمية تمثل الدولة التي لا تملك النفط، لا تملك المال، أي أنها تتحرك بدون اقتصاد حقيقي. الاقتصاد الحقيقي
يدار من قبل الأحزاب، والنفط وإيراداته في مكان آخر، لن يستطيع لا الكاظمي ولا سواه أن يتحكم به. يوم كان المالكي هو رئيس الوزراء كان هناك تطابق بين الدولة الافتراضية الواقعية وبين الدولة الحقيقية أي الدولة العميقة. اليوم طيب. هذا التطابق غير موجود. طيب أستاذ فاروق، يعني حنين القدو أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن التحالف الكردستاني أو أن الأحزاب في كردستان العراق لن تقبل بالكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء إلا ضمن شرطين، واحد منهما يتعلق بالمادة 140 الخاصة بكركوك، والثاني بنسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة. السؤال هنا، لماذا في كل حكومة تتشكل في العراق نجد أن إقليم كردستان يفاوض على نسبة أكبر من أو على حصة أكبر من الموازنة العراقية، بينما لا نجد حكومة تفرض على إقليم كردستان أن يعطي حصة العراق من نفطه؟ شوف، هي الحكومة ضعيفة بالحقيقة، دائما ضعيفة، وهذا ما أشرت إليه، أنه هي لا تمثل دولة النفط. دولة النفط بالأساس التي تديرها الأحزاب هي التي تتطابق كليا مع الموقف الكردستاني، وهم مطمئنين، الأكراد بالحقيقة، الزعماء الأكراد قصدي، مطمئنون إلى أن كل شيء سيجري وفق ما هو معمول به، أي حصصهم واستقلالية الدولة بين قوسين الكردية هو أمر مفروغ منه. لا تدخل للحكومة، ما يسمى بالحكومة الاتحادية، بشأن الكردستاني، ولكن الأكراد يحلمون بزيادة استحقاقاتهم. نعم. وليس الحفاظ عليها، الحفاظ عليها مضمون بالأساس. والتهديد بالمادة 140 أصلا هو يعني تهديد فارغ من لأنه الأكراد حصلوا على أكثر مما تفرض إقبال 140. طيب، في سؤال أخير إذا سمحت لي أستاذ. نعم. فاروق، كما تعلم ويعلم الجميع أن مصطفى الكاظمي تحصل على الدعم الإيراني في التكليف الأخير بتشكيل الحكومة، لكن نجد أن هنالك ميليشيات مسلحة تناصب له العداء، مثلا حزب الله في العراق، لماذا برأيكم؟ كلام دائما يقال فلان ذات توجه إيراني وفلان ذات توجه أمريكي. بالعودة إلى الأصل، أمريكا وإيران يختلفان على كل شيء إلا في نقطة واحدة يتفقان عليها، وهو الشأن العراقي. إنهما متفقان على مصير العراق. مصير العراق هذا الذي نراه، صورة العراق التي نراها اليوم، هي صناعة أمريكية إيرانية. فأن يقال عن الكاظمي ذو توجه أمريكي وذاك توجه إيراني، هذا كلام هو نوع من الهراء ولا معنى له. نعم، كان معنا الكاتب الصحفي فاروق يوسف عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.